السلام عليكم. بارك الله فيك. نسرين بن شارة كنمثل دور أسماء في فيلم ملكات. Alors c'est une première expérience dans le cinéma en tant que long métrage, mais disciple de théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre auparavant, et puis voilà. pleine de d'émotions et beaucoup de travail. beaucoup de travail ما خصحابش الواحد اللي كتمشي كتصور فيلم راك اكتر ما تدير حتى حاجه سي بوكو دو طراي سي تي تري انتريسون حيت كانت اون ايكيب زوينه مثلت مع نسرين الرادي اللي كي تري تري جينيروز في سون جو اللي كي تو بوس كي تادي كي تو دون كتعاونك باش بور كو لونسامبل يكون مزيان le staff c'était franchement زعما كان كلشي مزيان كان éprouvant mais dans le bon sens c'est-à-dire que هذيك c'était la bonne fatigue فين كتعيا ولكن كتقول عييت على الحاجه الزوينه صراحه ما مصدعش راسي بهذه الاسئله je ne me pose pas ces questions كان امن باللي الا كان الا كان غادي واحد الطريق غادي تكون ما مصدعاش راسي بزاف بهادشي نتاع واش الناس يبغوني واش الناس ما يعجبهم بيرسوناج ولا ما يعجبهمش بيرسوناج انا عارفه حاجه وحده سي كو جي دوني دو مون ميو عطيت داكشي اللي كنت نقدر نعطيه في الوقت اللي كان خصني نعطيه دونك ابري سا ريست الاراء نتاع الناس نشوفوا كيفاش الناس يتقبلوه اون اسبير يتقبلوه اي في فوالا اي الناس بغا يعجبهم سورتو نطمح جو سي با مي ما كنحبسش فوالا ما جو نو دي با نو ما جو بلوك با اي في فوالا السينما المغربيه حالا السينما المغربيه حالا سا كومونس ا انا كنعرف السينما المغربيه قبلا ولكن السينما المغربيه حالا كنعرفها شويه مي سا كومونس ان بو ا بوجي يا دي بروجي زوينين اللي خرجوا كان كيبان لينا عاوتاني لي نون ديال لي فيلم خارجين على برا في دي فيستيفال على انترناسيونال اي سا في بليزير سا ديبون دو بوكو دو شوز moi je défends la cause c'est-à-dire que s'il y a une cause qui me tient à cœur ou s'il y a une cause اللي نبغي نهضر عليها نقدر نتجرأ في شي حوايج مي صراحه je sais pas je peux pas juger tout de suite mais il y a une chose que je vois qui est très l'hichouma اللي vraiment خصها تكون حشومه هي ان الناس ما كيفرقوش بين الفن والفنان c'est-à-dire que si je joue un rôle qui m'a قلتي tabou ça veut pas dire que moi حياتي جو سوي تابو دونك فوالا مي ابري بو ريبوندر هاد لا كيسيون صراحه ما جو سي با جو ما عرفتش كاين ان امباكت ديال السوشيال ميديا كون بو با لو انلفي السوشيال ميديا كاينه خصها يفو نونترتينير باسكو واخا social media mais social media c'est une image aussi que tu donnes et ça dépend حيت كاين كل social media ولا لين ديالو كاين social media اللي غادي تكون فيه بروفيسيونيل كاين social media اللي غادي خصك تضحك فيه كاين social media اللي غادي تبين فيه حياتك كاين سي لا لين ديال كل social media فيلم ملكات سي ان رود تريب اللي كيطرا بين واحد جوج ديال العيالات وبنت صغيره اللي غادي نشوفوا فيه بزاف 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 نتاع ديجا ياك كاين جوج تاع القصص اللي كيمشيو اون باراليل غادي نكتشفوا فيه مناظر زوينه بزاف في المغرب وغادي نكتشفوا سورتو واحد القصه اللي ما بغيتش نقولها لكم ولكن واحد اون فانتزي
اللي كتغطي الفيلم من الاول حتى الاخر وكنكتشفها غير في الاخر. دوكو فوالا جو انفيت ا لو فوار با يا سو سوار سيت ابري ميدي لا ما غيكونش اوكي جو انفيت ا لو فوار باش يخرج في السينما ان شاء الله.